الناس حساد المكان العالي يرمونه بدسائس الأعمال، ولأنت يا وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال. لا ينتمي لك من يخون ولاء، إن الولاء شهادة الأبطال. يا قبلة التاريخ يا بلد الهدى، أقسمت أنك مضرب الأمثال. أهلا بكم، هذه هي الزيارة رقم 12 التي تجمع المسؤولين الإماراتيين والقادة في الإمارات بالرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارات متبادلة بين الجانبين. اليوم الرئيس السيسي في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات ليلتقي مع القادة الإماراتيين، حيث بيستقبل القادة في دولة الإمارات على رأسهم الشيخ محمد بن زايد وكبار المسؤولين في دولة الإمارات الشقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا يمثل الزيارة أو اللقاء رقم 12 بين الجانبين. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بيؤكد أنه الزيارات المتتالية والمتتابعة والمنتظمة بين القادة في الإمارات وبين القادة في مصر بتؤكد وحدة الهدف ووحدة المصير والعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين الجانبين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تحدث وأضاف أنه هناك علاقات استراتيجية بين مصر والإمارات، وقال هي نموذج للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. التعاون بين مصر والإمارات والعلاقة بين مصر والإمارات علاقة ونموذج زي ما قال الرئيس السيسي للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والأشقاء. وتحدث الرئيس أيضا وأكد وشدد على أن أمن الخليج من أمن مصر وأمن مصر من أمن الخليج. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أيضا على خصوصية العلاقة بين مصر والإمارات، ومن ناحيته الشيخ محمد بن زايد كان بيعلن عن سعادته الدائمة بلقاء الرئيس السيسي، عن ثقته الدائمة في الهدف والمردود الاستراتيجي لهذه العلاقة اللي بتعود ليس فقط على الشعبين أو الدولتين وإنما بتعود على المنطقة. وأكد أن تطابق وجهات النظر بين القيادتين المصرية والإماراتية وبين الدولتين وبين الشعبين لا يأتي صدفة، وإنما هو مبني على أسس وأخلاقيات عربية، حيث أن هناك تطابق واضح في وجهات النظر إزاء كل القضايا اللي في المنطقة، قضايا في ليبيا، القضايا في سوريا، القضية في العراق، القضية الفلسطينية. هناك تطابق في وجهات النظر بشكل حقيقي وبشكل غير دبلوماسي، وإنما وحدة هدف ووحدة مصير. أكد الجانبين ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة بأهم نقطة استراتيجية في اللقاء. أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تشهد أزمات وصون مقدرات شعوبها، والعمل على تمكين مؤسستها الوطنية من الاطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب. يبقى الإرهاب هو المحور الأساسي، وحدة الدول هو المحور الاستراتيجي، والعلاقات الثنائية بين البلدين علاقات دائمة منذ الشيخ زايد الأب المؤسس رحمة الله عليه. يعني العلاقة بين مصر والإمارات علاقة لا يغلب عليها فقط الطابع الاقتصادي، ونحن لا ننسى للإمارات الشقيقة وقوفها بجانب مصر في أحلك الظروف في فترة المقاطعة العربية، حينما قال الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه كلماته الشهيرة بأنه العرب لا قيمة لهم بدون مصر، ومصر يعني لا قيمة لها بدون العرب، نحن جميعا في مركب واحد. وبيؤكد الشيخ زايد لوجود أهو بالنص لا وجود الأمة العربية بدون مصر. قال هذه الكلمات الشيخ زايد بن سلطان حينما تعالت أصوات بمقاطعة مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل أواخر سبعينيات القرن الماضي. بلغت إجمالي المساعدات والمعونات الإماراتية لمصر في ظروفها الصعبة دي من 2011 حتى 2015 14 مليار،
14 مليار أهو. بلغ إجمالي ما قدمته دولة الإمارات كمساعدات لمصر واقتصادها خلال فترة من 2010 من 2013 ل 2015 14 مليار دولار. ده كما أكد حسب تأكيد نائب رئيس دولة الإمارات بشكل واضح. يبقى عندي من 2013 2015 14 مليار دولار. أنا بس عايز أقول إنه 14 مليار دولار من دولة الإمارات شقيقة بشكل صادق وبشكل يعني أخوي ودون من، يعني الوضوح والموضوح وفي هذا الإطار وعلى لسان كل المسؤولين إنه الإمارات بتقدم هذه المساندات ليقنها وإيمانها بأهمية الدور المصري، بأن قوة مصر بتنعكس إيجابا على قوة المنطقة، وإن سلامة مصر بتنعكس إيجابا على سلامة المنطقة، وبأن وقوف مصر كقوة إقليمية عفية فتية بيصب في حماية أمن المنطقة العربية ومنطقة الخليج. فال 14 مليار التي قدمتهم دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 بمثابة وقوف أخ مع أخيه، وقوف دولة شقيقة مع دولة شقيقة كبرى كما تحدث الشيخ زايد وكما يسير على نهجه أبنائه حتى هذه اللحظة. لا أريد أن أضرب مقارنات، لكن فقط أقول بأنه الأمن القومي، يعني في ناس تسأل الرئيس راح الإمارات والرئيس زار الإمارات أكثر من مرة وفي كلام كثير في المواقع الإخوانية، لكن أنا بتكلم بمنتهى الوضوح. العلاقات والزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي وبين أشقائه في دولة الإمارات لا هي محتاجة سبب ولا هي محتاجة تبرير ولا محتاجة مسببات، لأنه المشورة والتشاور الدائم بين الجانبين لا يحتاج إلى بروتوكولات حتى في التعاون. يعني الولايات المتحدة الأمريكية اللي احنا بقالنا شهر بنتكلم فيه حجبوا المعونة 300 مليون، لا ده المعونة العسكرية كمان 600 مليون، لا ده 95 مليون عشان انتوا بتكلموا الناس وحش، لا ده فيه 300 مليون عشان انتوا مش بتقدموا ورد للإرهابيين، لا ده فيه كمان احنا هنهددكم ان احنا نقطع عليكم الأكسجين عشان خاطر انتوا المفروض حق الشواذ في الحياة. ايه هو؟ وكل دول اللي احنا قلنا قبل كده بناقص المعونة الأمريكية، قلنا بوضوح شديد فلتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم. قلنا إذا كانت المعونة مرتبطة بالتأثير على القرار السياسي لدولة ترفض أن تكون تابعة فلتذهب هذه المعونة إلى الجحيم. الكلام اللي بقوله ما بيعجبش الناس. مين الناس اللي مش عاجبهم أن مصر تبقى رافعة راسها لفوق؟ لما قلت قبل كده أن كل مواطن مصري لو دفع دولار واحد مش عايزين المعونة الأمريكية، يقوم الناس أعداء الوطن بجد يتريقوا علينا يقول لك الناس تجيب منين؟ أنا بقول 8 علبة سجاير، ما قلتش أكتر من كده. دولة الإمارات بتساعد مصر مساعدة استراتيجية تاريخية دون من ودون شروط ودون اشتراطات. لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقول إن أمن مصر من أمن الخليج وأمن الخليج جزء من أمن مصر القومي، دي حقيقة بالأرقام ودي حقيقة بحقيقة رياضية في العلوم السياسية، إنه أمن الخليج كله جزء من الأمن القومي المصري، لأنه ما زالت إيران بتمثل عدو حقيقي للمنطقة. ما زالت إيران بتوجهاتها التوسعية، إيران الفارسية بتمثل عدو حقيقي للمنطقة للإقليم، مصدر قلق وقلاقل في الإقليم. الرئيس السيسي واضح في توجهه وواضح في تصريحاته، أمن الخليج من أمن مصر وأمن مصر من أمن الخليج. الرئيس لما راح الإمارات استقبل استقبال حافل من قيادات دولة الإمارات بشكل تام وبشكل كامل، ولي العهد نائب قائد العام قوات المسلحة ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أبناء الشيخ زايد حكام دولة الإمارات، الجميع كان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال حافل. لكن الأهم أنه المواطن في الخليج، الشعب الخليجي مش في الإمارات على تويتر
زيارة الرئيس قوبلت بحفاوة بالغة باستقبال بالغ، على أنه الزيارة بقول أو اللقاء رقم 14، إلا أنه ما زال هناك حفاوة واضحة بتزداد بمقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتغريدات كثيرة تابعناها خلال الساعات الماضية بتصب جماعها زي ما احنا شايفين عاملين هاشتاج الإمارات ترحب بالسيسي، وده حب صادق وعلاقة صادقة وعلاقة استراتيجية وعلاقة ندية وعلاقة أخوة وعلاقة أشقاء وعلاقة مصير وعلاقة هدف وعلاقة أمل وعلاقة ألم وعلاقة طموح، كل ده بين مصر والإمارات الشقيقة. وحتى يعني أجد أن الشعب المصري أو الشعب الإماراتي بشكل حقيقي وعلى مدار كل السنوات، يعني هذا الجيل والجيل الذي يسبقه ومنذ أيام الشيخ زايد رحمة الله عليه، يتحدثون عن أبو ظبي والإمارات بشكل عام، دولة الإمارات، على أنها أشقاء، بيقول لك ناس طيبين بيحبوا دولة الإمارات، ودولة الإمارات بتبادل الشعب المصري حبا بحب وودا بود، وهذا هو الحال الذي يجب أن يسود بين جميع الدول العربية. إحنا مقدمين على فترة صعبة للغاية في المنطقة، والمنطقة بتنال حظها من مخططات دولية. إذا لم يكن هناك توائم، وإذا لم يكن هناك وفاق، وإذا لم يكن هناك ترتيب أوضاع، سوف تصل المنطقة إلى يعني شكل مؤسف. أنا يعني زيارة الرئيس السيسي لا أستبعد تماما أن يكون وراء أهداف استراتيجية غير معلنة، لأنه ما يجري في المنطقة صعب. ما يجري في المنطقة الآن الناس مش قادرة تفهم أنه فيه خطورة حقيقية، لكن احنا عاملين زي الضفادع. أنا يعني هفكر المشاهد الكريم بأنه لو أنت ده في العلوم الإدارة كنا بندرسها، لو جبت أنت إناء فيه ماء ساخن وجبت ضفدع وحطيته في الماء الساخن، هيقفز سريعا ويخرج من هذا الإناء. ده جربوها نظرية. لو احنا جبنا الضفدع ضفادع وحطناها في الماء في إناء من الماء المعتدل، الماء البارد، الماء اللي هو لطيف، وبدأت عملية التسخين، أرفع درجة حرارة درجة درجة بالتدريج، المية كانت باردة بقت دافية بقت فترة، بسخن لغاية ما حتى تصل درجة الغليان، والضفدع قاعد بيستمتع بالماء الساخن بالمياه الساخن، بيستمتع في الإناء ولا يشعر بالخطر لأنه خدناه بالتدريج، وفجأة بيموت الضفدع من درجة الغليان اللي وصلت لها المية. هذا ما يجري أمام عيني وأكاد أراه، أكاد أتحسس بيدي، ما يجري في المنطقة من مخططات للإيقاع بالمنطقة على طريقة نظرية الضفدع والماء الساخن بالتدريج، بنقطة نقطة درجة درجة، كما الشيطان. الشيطان عندما يأتي ليبدأ في الإيقاع بأحد في قضية ما، في سرقة في زنا في خلافه، ما بيجيش بيقول له الصبح أنت عمرك ما تكتشف واحد الصبح يبقى فاسد، والله الصبح يحصل كارثة، بالتدريج. فكرة التدريج، فكرة المسافات الطويلة في التخطيط السياسي، ده اللي حاصل في المنطقة. أنا بس أروح معاكم على طول ل 1994، أنا بربط زيارة السيسي لمحمد بن زايد وقاعدين دلوقتي في الإمارات والكلام المعلن واللي قاله السفير علاء يوسف، العلاقات بين البلدين ومكافحة الإرهاب والعلاقات الأخوية وكل ده حقيقي 100%، لكن هناك ملفات استراتيجية خطيرة بيتدارسها القادة في مصر والإمارات بشكل أعتقد أنه لا يجب أن حتى يعلن لوسائل الإعلام، لأنه ما يجري في العراق الآن هو ليس موجه للعراق فحسب، ما يجري في العراق الآن كارثة محققة بتطول المنطقة بالكامل، ما يجري الآن في العراق في هذه اللحظة في هذه الساعات مفرق تاريخي، ما يحدث الآن هو حادث وحدث تاريخي يجب ألا يمر مرور الكرام. هناك من يتابع الاستفتاء في كردستان اليوم على أنه يتابع أخبار موجودة في بلاد الوقواق، ما يجري في كردستان العراق وما يجري في العراق
وما يجري في الإقليم ليس بعيدا عنا هنا في القاهرة، وليس بعيدا هناك عما يجري في الرياض، وليس بعيدا عما يجري هناك في أبو ظبي. ما يجري وما يخطط الآن للإيقاع ببغداد وتقسيم العراق، وما يجري في سوريا في دمشق وتقسيم سوريا، وما يجري في ليبيا وما يجري في تقسيم سوريا في ليبيا وتقسيم اليمن، كل هذا على مائدة معدة سلفا. التقسيم الجاري معد سلفا سابق التجهيز. هناك يعني هبدأ لكم من 1994، مركز ابن خلدون طلع دراسة، مركز ابن خلدون لسعد الدين إبراهيم عارفينه الشهير، سنة 94 أصدر دراسة، شو 94 بقى لنا كم سنة، من كم سنة 94 لغاية دلوقتي حوالي 30 سنة يمكن أو أكثر من 30 سنة، دراسة عنوانها الملل والنحل والأعراق، الملل والنحل والأعراق هموم الأقليات في الوطن العربي. ده مين اللي أصدر الدراسة؟ مركز ابن خلدون. مين مركز ابن خلدون؟ سعد الدين إبراهيم. مين سعد الدين إبراهيم؟ ده عميل أمريكاني، ده أحد أعضاء الشبكة العنكبوتية للصهيونية العالمية. سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي اللي معاه جنسية أمريكية وكان في السجن قبل كده ومعاه جنسية مصرية، وبيخرج علينا بين الحين والآخر، مصالحة مع قطر، مصالحة مع موزة، مصالحة مع الإخوان، يبيع مصر للأمريكان، يطلع بتقرير، يطلع في الآخر سعد الدين إبراهيم. يكفي فقط أن تقول بين قوسين سعد الدين إبراهيم دون أن تذكر أفعال، سوف يصل إلى ذهن المستمع أنها أفعال شنيعة وضد الوطن بشكل قاطع وبشكل قاطع. سعد الدين إبراهيم في سنة 94 أصدر مركزه دراسة تانية هعيدها للمرة التانية، الملل والنحل، الملل جمع ملة والنحل والأعراق عرق يعني من العرق، هموم الأقليات في الوطن العربي. كم صفحة؟ 953 صفحة، دراسة مكونة من 953 صفحة، اتكلم فيها عن الأكراد، واتكلم فيها عن الأرمن، واتكلم فيها عن البربر، واتكلم فيها عن إقليم النوبة، واتكلم فيها عن التركمان، واتكلم فيها عن الشركس. ايه بعدين خد بعد تاني، ده عرقي، ده عبارة عن أعراق، ده عبارة عن عنصرية، بيبحث عن بيدق أبواب العنصرية. وبعدين في الجزء تاني في الدراسة اتكلم عن الطائفية، اتكلم عن الشيعة واتكلم عن السنة واتكلم عن الأزيديين واتكلم عن بقية الطوائف الدينية القرآنيين وخلافه، دخل في قصص، اتكلم عن الأكراد في 100 صفحة. شوفوا سنة كام؟ 94، بقى لنا كام سنة يا شباب؟ من 94 ل 7 ل 2017 23 سنة دراسة موجودة، واحنا في بلاهة شديدة قاعدين سايبين الدراسة ومش عارفين اللي بيحصل ايه. 100 صفحة بيتكلم فيها عن الأكراد، وبيتكلم فيها عن دولة الأكراد، وبيتكلم فيها عن حق الأكراد، وبيتكلم فيها على انه الأكراد ومحيط إقليمي ودولة إيران ودولة تركيا ودولة العراق ودولة سوريا، دول كل الدول اللي فيها أقليات كردية، وتحدث في 100 صفحة من 953، يعني حوالي 10% من الدراسة بتتحدث عن الأكراد. وكان سعد الدين إبراهيم لمن قدم الدراسة ومن دعم هذه الدراسة وما الهدف من هذه الدراسة؟ راحت الدراسة اللي عملها سعد الدين إبراهيم إلى مين؟ إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ليه؟ لأن سعد الدين إبراهيم هو الابن المدلل لجهاز الاستخبارات الأمريكية. سعد الدين إبراهيم هو صنيعة المخابرات الأمريكية. سعد الدين إبراهيم قدم الدراسة اللي هي من 953 صفحة، 100 صفحة عن الأكراد بيتكلم فيها، وفيها جزء عن النوبة بالمناسبة، فيها جزء عن النوبة. طبعا هو عمل الدراسة مش لله، عمل الدراسة مدفوعة الأجر، مدفوعة الثمن، مع كامل احترامي ليه كعالم اجتماع في علم الاجتماع السياسي اللي ملوش علاقة إلا بمحاولة الإساءة إلى الدول الوطنية ومحاولة الإساءة إلى الجيوش الوطنية. ده ارجعوا له، أنا لا أنطق عن من هوايا. يعني الدراسة موجودة بعنوان ابحثوا فيها، الملل والنحل والأعراق هموم الأقليات في الوطن العربي، بيتكلم على مناطق توتر موجودة ومناطق توتر مستقبلية، وبيحاول
يطلع بيغشش متخذ القرار الامريكي، بيقول له خد بالك هنا في نقطه ضعف، هنا في مشكله، هنا كذا. خدوها الامريكان وعملوا بيها ايه؟ اطلع لي يا ابني بالخريطه، خريطه بتقول ان الامريكان ماسكين ورقه وقلم، مش برنامجنا يعني، ورقه وقلم، بس الورقه والقلم دول فيهم قلم رصاص وقلم حبر واستيكا، بيعملوا ايه؟ ده هاتوها لي يا ابني. دي خريطه مش الشباب عندي في البرنامج عاملينها، لا دي منشوره في صحيفه نيويورك تايمز. في صحيفه امتى منشوره؟ سنه 2015. الرسمه دي بتقول ايه؟ عندي استيكه تحت، قلم رصاص فيه استيكه عشان يمسح الخطوط والحدود اللي هو عايزها، ويمسح دول ويمسح اقاليم كامله بالقلم بالاستيكه اللي معاه، وبعدين يبدا يرسم ويخطط بالقلم الرصاص، يقول هنا دوله، هنا نص دوله، يشيل حته من السودان تبقى دوله جنوب السودان، ويشيل حته من العراق تبقى دوله كردستان، ويشيل حته من سوريا تبقى دوله علويين. ده المخطط بتاعه. يا ريت تجيبها لي تاني، معلش جيبها لي تاني. وبعدين القلم الحبر اللي موجود فوق دوت، القلم الحبر يبدا بقى يحط التشكيله النهائيه. اللي حصل في العراق ايه؟ اول حاجه مسح الدوله العراقيه بالاستيكة. العراق نموذجا مسح الدوله الوطنيه في العراق، وبدا يخطط برصاص تخطيطات تقسيم الدوله العراقيه الى ثلاثه اقاليم، كردي في الشمال، وسني في الوسط، وشيعي في الجنوب. وده كان معمول بالقلم الرصاص. النهارده تاريخ 25 سبتمبر يتم استخدام القلم الحبر اللي قدامكم، اللي في الخريطة موجود من 2015. هل نحن نعي ما يحدث؟ هل نحن الآن في حالة وعي لما يجري؟ يوم 1946، أنا هرجع معاكم شوية تاريخ، قامت دولة كردية قعدت سنة. فين الدولة الكردية؟ يعني في دولة كردية؟ ده مش بدعة جديدة إن يطلع استفتاء ونعمل دولة. حصل قبل كده سنة 1946. فين؟ في إيران، مش في العراق. إيران قامت دولة اسمها مهاباد. هذه الدولة أقيمت في أرض الأكراد في إيران، ولكن الدولة بسرعة قعدت لمدة عام، وكانت موسكو الشيوعية في هذا الوقت ساعدت على إقامة هذه الدولة، لكن وجود شاه إيران بعد عام قدر أن هو يتغلب ويقضي على حلم الأكراد في إيران. وبعد هذه الحادثة بدأت تتيقن إيران أنه تصدر المشكلة بعيدا عن الأراضي الإيرانية، خلاها في العراق. وبدأت تركيا تتيقن للمشكلة وتصدرها بعيدا عن العراق. يبقى أصبحت العراق هي المأوى الذي ينظر إليه الإقليم والدول اللي في الإقليم على أنه تصدر إليها مشاكل الأكراد. الدولة العراقية ومنذ عقود مضت كانت بتتعامل مع الأكراد على أنهم جزء من التركيبة السكانية للعراق، عراقي. حتى رئيس العراق الحالي فؤاد معصوم هو كردي. حتى الناشطين وحتى وزير الخارجيه السابق هشار زباري كان كردي. فبالتالي كانت العراق الدوله المركزيه والحكومه المركزيه في بغداد بتتعامل مع الموقف على انها دوله متراميه الاطراف، وهناك شكل حكم ذاتي موجود في كردستان. لكن بعد احتلال امريكا للعراق وبعد حل الجيش العراقي كانت الفرصة مواتية للأمريكان حتى يتم تطبيق وتفعيل المخطط القديم. المخطط القديم اللي هو كان في 2014 كان فيه في مجلة تايم الأمريكية. قلت امبارح إن أشهر مجلة بترتبط بمتخذ القرار في أمريكا، وما تصدره المجلة وما تنشره المجلة بيعكس بشكل أو بآخر توجه متخذ القرار الامريكي. يعني اللي عايز يعرف امريكا بتفكر يمين ولا شمال، هي دايما شمال طبعا، ينظر الى مجله التايم. مجله التايم في 2014 في الغلاف رسمت صوره العراق، خريطه العراق بتحترق اهي.
وكتبت نهاية العراق. نهاية العراق دي ايه قدامكم على الشاشة؟ The end of Iraq، نهاية العراق، وحواليها نيران مشتعلة، حزام ناري. ده في امتى يا شباب؟ 2014. يعني امريكا حط الخريطة بتاعت العراق على مجلة التايم الامريكية اللي بتعكس وجهة نظر متخذ القرار الامريكي في 2014 و15 و16 17 بيطبق الحلم الامريكي ان العراق بتشتعل وتقسيم العراق. قالوا ايه فيها ايه؟ مجلة الطيب في 2014 المقال كان 8 او 7 صفحات. قالت تقسيم العراق لثلاث دول، سنة وشيعة واكراد، والدراسة اللي اتنشرت في التايم مين اللي كان عاملها؟ ما احنا ما سالناش نفسنا، حد كاتب، حد هاوي، حد مراسل، حد ماجور؟ لا، دي دراسه تبناها، خطه تبناها مين؟ الكونجرس الامريكي. الكونجرس الامريكي يتبنى خطه لتقسيم الدوله العراقيه في 2014، ومجله الطايم بتنشر هذه الخطه وبتحط الخريطه في الغلاف بتقول العراق بتحترق. ده من امتى؟ من 2014. هل انتبهنا؟ هل اتحركنا؟ هل شفنا اللي بيحصل؟ النهارده بس فوجئنا بيه الاستفتاء، واحنا عاملين نقول الحق مرة سعود برزاني بيعمل كذا وبيعمل كذا. انا كنت في مره في مؤتمر او جلسه او ندوه هنا في القاهره، وكان فوجئتي موجود 14 كل بمنتهى، كنا في احد مراكز الدراسات يمكن، فسالت قلت لهم انتوا لو جات لكم الفرصه ان انتوا تستقلوا عن العراق، هل تفضلوا حكومة مركزية ولا تفضلوا الانفصال؟ وكانت المفاجأة ال 14 واحد كلهم نصهم بيشتم في برزاني ونصهم بيشتم في طالبان، لأنه برزاني اللي في أربيل تابع لمين؟ لتركيا أردوغان، وطالباني اللي في السليمانية تابع لمين؟ تابع لإيران. هتلاقي الهوى في السليمانية هوى إلى حد ما إيراني، وهتلاقي الهوى اللي في أربيل إلى حد ما تركي. فوجئت انه رغم كل هذا انه يقول لك لا ننفصل. سالت ال 14 واحد كل واحد لوحده بنسبه 100% قال ننفصل. اذا الاستفتاء اللي بيتعمل النهارده نتيجته محسومه مسبقا. هيقولوا انفصال. لكن بتبقى بعد ذلك المشكله. العراق قال لن نعترف لا بالاستفتاء ولا بنتيجه الاستفتاء. ليه؟ لانه ده عباره عن خرق للحقوق الدوله الوطنية في العراق، وخرق للدستور العراقي، وخرق للسيادة العراقية. لذلك بنجد ان رئيس الوزراء العراقي والعراق بتصدر بيان بتطالب فيه بإغلاق الحدود والسيطرة على المطارات والمواني، وبتطالب دول العالم بعدم التعاون والتعامل مع النفط العراقي الا عن طريق الحكومة المركزية. اجراءات الحكومة المركزية العراقية لمحاولة الإبقاء على ذراع العراق اللي هو كردستان. لكن هل المشكلة والقضية قضية العراق فقط؟ ده سؤال. الإجابة السريعة والمباشرة لا، المشكلة ليست قضية العراق ولا قضية كردستان، القضية هي قضية ما هو آتي، ما هو الإقليم القادم الذي سيتم استئصاله وانفصاله عن دولة مركزية أيضا عن طريق استفتاء. هذا الاستفتاء الذي جرى في جنوب السودان وأودى بحياة جمهورية جنوب السودان، وأودى بحياة إقليم كان يعتبر هو الرئة الأساسية لدولة السودان، أصبح الآن جمهورية منفصلة عن طريق أيضا الاستفتاء. وبالمناسبة كان موجود في الخريطة الأمريكية لتقسيم المنطقة، وإحنا في بلاهة شديدة بنتابع وفقط ننظر إليها ونقول ربما تكون هذه افتراءات، ربما تكون هذه. ما يجري الآن في المنطقة عملية استئصال دول قومية، عملية تقسيم أجزاء وتفتيت مفتت وتقسيم مقسم، ده اللي بيحصل فين في المنطقة عكس ما يجري في أوروبا الآن. أوروبا الآن ألمانيا بتحاول أن تلملم شتات المجتمع الأوروبي، بيحاولوا أن يحافظوا على الاتحاد الأوروبي، أمريكا بتحاول أن تحافظ على الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا بتحاول أن تعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي مرة أخرى، بريطانيا بتحاول أن تحافظ على التاج البريطاني وتعيد المجد البريطاني مرة أخرى. لكن هل أحلام هؤلاء، أحلام هؤلاء فقط على حساب هذه المنطقة؟ النزعة الاستعمارية
بتعود من جديد، النزعة الإمبريالية بتعود من جديد، بتعود من جديد على حساب المنطقة، وبيبدأ الماراثون الأسود من العراق. نحن أمام ماراثون أسود لتقسيم المنطقة وتقطيع أوصال المنطقة من خلال بداية في العراق. نحن لسنا ضد الأكراد، فالأكراد إخوان لنا، لكن في كل الأحوال الإبقاء على الدولة القومية، العراق سوف تتفتت. وأنا مرة ثالثة في هذا البرنامج، المرة الثالثة أتحدث عن أطماع تركيا داخل العراق. الجيش التركي الموجود في مدينة بعشيقة التركية العراقية الآن، والوثيقة المسربة من الخارجية التركية اللي بتقول هي لمين اللي مسربها؟ المخابرات التركية قولا واحدا، إذا تم انفصال كردستان عن بغداد، أربيل عن بغداد، سوف تبدأ تركيا في المطالبة باستئصال، بانفصال، بضم إقليم مين؟ الموصل. لمين؟ لتركيا، طبقا لاتفاقية اتفاقية لوزان. احنا في مخططات لا ندري. هاتولي الخريطة اللي منشورة في التايم الأمريكية، الكونجرس الأمريكي، ده مشروع الكونجرس اللي بقوله، ده مشروع الكونجرس. الكونجرس اللي حاطط ده دي الخريطة اللي الكونجرس اعتمدها واتنشرت في التايم الأمريكية في 2014، واحنا مش دارين اقليم كردستان دولة، اقليم السنة في المنتصف زي ما انتم شايفين في الوسط دولة، واقليم الشيعة دولة، لكن اللي بالاسود ده شيعة اللي هو الدولة الشيعية اللي هتاخد تحت كمان جزء من الكويت وجزء من السعودية طبقا للمخطط الأمريكي، طبقا للمشروع الكونجرس الأمريكي. والإقليم السنة ده هياخد جزء من سوريا، السنة الموجودين في سوريا، علشان يبقى عندي دولة سنية عندها شوية أبار بترول 13-14 بير بالبترول، وعندي الدولة الشيعية تحت مدعوم من إيران، وعندي إقليم كردستان موجود في الشمال، ليكون بداية نزاع وليست نهاية حلم الأكراد موجود عند الأتراك وموجود عند الإيرانيين. عندي التقرير اللي في التايم، تقرير خطير جداً، بيقول في مقترح 2006 السيناتور الامريكي جو بايدن، تعرفوه كان نائب الرئيس الامريكي، الخرائط اللي احنا شفناها دي الكونجرس معتمدها، والسيناتور جو بايدن بالنسبه لتقسيم العراق لثلاث اقسام سنيه وشيعه وكرد اوضح، قال ايه؟ قال الطريق المباشر من وجهه نظر الاداره الامريكيه يعني لمواجهه تهديد داعش هو توحيد هذا البلد مؤقتا حول أجندة سياسية تعطي كل مواطن حصة في مستقبله ونجاحه. ده إمتى؟ دلوقتي. يبقى داعش صنعوها عشان يعمل وحدة شكلية وبعدين كل واحد يروح لحاله. بيقول الكونجرس الأمريكي في تعليق له حول غلاف نشرته مجلة التايم بعنوان نهاية العراق، اعترف إرنست أن مفهوم التقسيم غير واضح وهو مفهوم جديد، إلا أنه أقر بخطورة فرض حلول خارجية على الشعب العراقي. ساعتها كان بيعمل تخبير للشعب العراقي. فحسب تقرير مجلة التايم فإن الدولة الشيعية الجديدة تتجه جنوبا زي ما قلت لكم، حيث تصل إلى الكويت لتستقطع مناطق حيوية منها، إلى أن تصل أيضا إلى ضم بعض أجزاء من شمال المملكة العربية السعودية، فيما اعتبر المراقبون هذا التوسع الجغرافي الافتراضي في خارطة التايم هدفه خداع الشيعة بأن أخذ بغداد منهم سيعوض بأراضي سعودية تضمها العراق. كلام خطير جدا، علينا أن ننتبه. إحنا مش كلام بيتقال في صحف، التايم بتعكس وجهة نظر الإدارة. ده 2014 وده 2000 وده سنة 2004 بتاع سيدنا إبراهيم، وده الإيران كانت دولة سنة 1046. إحنا لا نقرأ التاريخ ولا نجيد قراءة التاريخ، والحاضر والمستقبل مظلم لأننا لا نقرأ ولا نجيد القراءة، لا نستدعي من التاريخ إلا فقط يعني ما يجعلنا نتباكى على ماض، لكننا لا نستطيع أن نقرأ ونستقرأ ما بين أيدينا الآن. رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي قال إن المناطق المحيطة بالعاصمة العراقية بغداد تتساقط، ومن المحتمل جدا، ده مين اللي قال؟ إياد علاوي، أننا ماضون على طريق تقسيم العراق. وطبعا احنا عارفين ان اياد علاوي ده مشروع امريكي، ربما كان معاه الجنسية الامريكية زيه زي اول رئيس حكومة مع بول بريمر اللي هو كان الجلبي. سنة 73 مهندس السياسة الامريكية هنري كسينجر
قدم مشروع تجدد الحديث عنه سنة 83 يتضمن تقسيم جميع دول المنطقة العربية، مين؟ هنري كيسنجر سنة كام؟ 73 وتجدد سنة 83 يعني بعد 10 سنين على أسس طائفية، كلام سعد الدين إبراهيم. سعد الدين إبراهيم سنة 94 قدم دراسة واضحة بتقول إنه لازم نركز ونشوف حق الأقليات على طريق العنصرية اللي هي القوميات، قومية كردية، قومية تركمانية، قومية كذا، وعلى أساس الطائفية الأديان والتوجهات والمذاهب، وده حاصل دلوقتي. ده بيرجع بيعكس كلام مين؟ كيسنجر سنة 73 اللي اتجدد سنة 83 يتضمن تقسيم دول المنطقة العربية على أسس طائفية. فيما نشرت مجلة كيفونيم الإسرائيلية سنة 82 خطط إسرائيل لتقسيم العراق وسوريا. إسرائيل جزء من المخطط، إسرائيل بتنفذ جزء من المخطط الأمريكي، إسرائيل واخدة جزئين العراق وسوريا، وأكدت أن أفضل طريقة لتمزيقه الدولتين دول هو إثارة الصراع الدموي بين مكوناته، وده حاصل. مجلة التايم الأمريكية نشرت مشروع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقسيم العراق الذي طرحه قبيل انتخابه نائبا للرئيس باراك أوباما خلال ولايته الأولى في العام 2008، وصنف حينها على أنه غير ملزم. في الأول مش ملزم، استشاري، وبعدين أهو ملزم دلوقتي. وقضى بتقسيم العراق إلى ثلاثة فيدراليات رئيسية، وحاز المخترع على موافقة الكونجرس الأمريكي. اللهم بلغت، اللهم فشل. عندي جون بولتون. جون بولتون كلام خطير للغاية، وأرجو أنه يتخذ موضع اهتمام وبحث. خد مني عناوين ودور في جوجل، خد مني عناوين ودور الباحثين والصحفيين والإعلاميين والناس والمواطن، نعرف الخطر اللي احنا فيه. لما الرئيس قال في اسكندرية عايزين نعمل فوبيا على حفاظ على الدولة، الناس اتريقت وقالوا فوبيا ايه، والإخوان يتكلموا، واحنا بنعيش في ظل خطة جهنمية أمريكية استخباراتية لتقسيم المنطقة، واللي ما كانش مصدق أهو قدام عينه حصل. النهاردة استفتاء لاستقلال إقليم كردستان، قطع زراعة الدولة العراقية مرة للمرة العاشرة، بقول زي ما حصل في جنوب السودان، زي ما بيحصل دلوقتي في ليبيا وبيحصل في اليمن. الدولة الوحيدة في المنطقة المؤمنة من هذا هي مصر نتيجة وجود الجيش المصري. نقول تاني ونقول تالت ونقول رابع، وهنتشتم أول وتاني وتالت وإلى قيام الساعة، مفيش مشكلة. لكن عايزين ننبه وننتبه، ننبه وننتبه إن اللي بيجري الآن مش صدفة، اللي بيجري الآن في الساحة مخطط معد مسبقا، ده مش حاجة تيكاوي، ده معمول مطبوخ بعناية. الخريطة قدامنا شفناها، شفنا الخريطة بوضوح، معمولة بالقلم الرصاص وممسوح الدول بالأستيكة، وبعدين معمولة بالقلم الحبر أهي قدامكم. الكلام ده مش اختراعي، الكلام ده موجود في الصحافة الأمريكية منذ سنوات. سعد الدين إبراهيم العميل الأمريكاني نشر دراسته سنة 94، هنري كيسنجر سنة 73، سنة 83 اتكرر تاني، جو بايدن في انتخابات 2008 قال الكلام تاني. جون بولتون أحد أبرز صقور المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية، وسفير أمريكا الأسبق في الأمم المتحدة في عهد الرئيس بوش، كشف في مقالة نشرها في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 2015 برضه، قال فيها إن سوريا والعراق اللتين نعرفهما قد انتهيا، وأن البديل عن الدولة الإسلامية أي داعش يعني هو إقامة دولة سنية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها العرب في موازنة دولة كردية شمال العراق، على أن تكون السيطرة لحزب البعث بشقيه العراقي والسوري عليها. منظور بولتون لهذه الدولة السنية يؤكد أنها تمتلك أسباب البقاء لوجود نفط في أراضيها، 13 بير في العراق و170 بير في سوريا، يتم الاتفاق عليها مع الأكراد برعاية أمريكية، ولكن يجب أن تقوم السعودية ودول خليجية أخرى حسب تصور بولتون بتمويل الاحتياجات المالية لفترة التأسيس. ويؤكد بولتون أن هذه الدولة السنية لن تكون ديمقراطية لسنوات عدة قائمة، وستحارب الجماعات الإسلامية المتشددة. الخطة وضحت، الصورة وضحت. أنا ليا صديق اتقابل مع
المبعوث الأممي لسوريا. المبعوث الأممي لسوريا ديمستورا، ستيفان ديمستورا، تقابل معاه في أحد المطاعم في مدينة جنيف. سألوا بعيدا عن الصحافة وبعيدا عن وسائل الإعلام، أنتوا سوريا بتعملوا فيها إيه؟ قال له أنا دكتور جراح، أبقي على المريض ألا يموت، أبقي على المريض ألا يموت، لكن إحنا في انتظار في بيبي هيطلع، ده بتعبيره، في بيبي هيطلع من سوريا، يعني محتاجين نشوف مين يدفع تكلفته، والإعمار في سوريا محتاج 200-300 مليار، مش عارفين مين اللي هيدفعهم. الناس دي ما بتلعبش، الناس دي بيلعبوا بينا كورة، الغرب بيلعب بالمنطقة كورة شراب. اللي بيحصل في العراق النهاردة مش مكتوب النهاردة ومش مخطط له امبارح، ده مخطط من عشرات السنين، دي نظرة أمريكية بعيدة المدى لتحقيق مصالح أمريكا. خدوا بالكم، أمريكا لم تحل مشكلة منذ نشأة أمريكا، لم تحل أمريكا الإدارة الأمريكية منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تشارك ولم تنجح الإدارة الأمريكية في حل أي مشكلة، لأنه اللي متغطي بالأمريكان عريان، لأن أمريكا لا تحل أزمات وإنما تدير أزمات، أمريكا لا تحل مشاكل وإنما تدير مشاكل، أمريكا تصنع الكوارث حتى تعيش منها، أمريكا دولة لا تعيش إلا في ظل الأزمات. الولايات المتحدة الأمريكية دولة بتدير العالم، بتدير أزماته، بتخلق أزماته وتدير هذه الأزمات لكي تعمل مصانع السلاح وتحافظ على مصادر الطاقة. إعادة تقسيم المنطقة وفقا للنظرة الأمريكية والرؤية الأمريكية قديمة، قديمة إلى حد بعيد، قلت عشرات السنين. الناس بتقعد في بلاها، يفتح بقه ويقول لك وأخبار ماتش الأهلي إيه؟ يا عم إحنا بنتكلم على العراق، يقول لك أصله فلان، يا سيدي ده إحنا عندنا كذا، يقول لك أصله حقوق الإنسان، يا عم افهم. الناس مش عايزة تفهم، أو الناس عايزة في حالة تغييب، إحنا بنعيش في حالة غياب وعي، بيصدر لي مشاكل جانبية، هو عايز يشغل مصر، عايز يشغل مصر إن هي تقوم بدورها الإقليمي، مصر هو خايف من مصر تبدأ تقف مع العراق تمنع تفتت العراق، تقف مع سوريا تمنع تفتت سوريا، تقف مع ليبيا تمنع تفتت ليبيا، خايف من الدور اللي تقوم بيه مصر والجيش المصري. يعمل ايه؟ ما هو بيفكر اشغل مصر بكارثه، بمشكله، باختراق مشكله، حقوق الانسان، انت ما عندكش حقوق انسان، انت بتضرب الناس، انت في اختفاء قسري، وعندي شويه عيال صيع موجودين بتوع حقوق انسان، يبدا يعمل تقرير ويبيع التقرير لبره، ياخدها يقول لك الحق كذا، زي ما قلنا في تقرير هيومن رايتس ووتش. ايه اللي حصل؟ البنت الاخوانيه كتبت التقرير، وسلمى اشرف عبد الغفار الاخوانيه بنت الاخواني اشرف عبد الغفار الهربان في تركيا عملت التقرير، وقلنا وزعنا ونشرنا واتكلمنا، قلنا يا جماعه ده تقرير ملون سياسي، ملون ارهابي، قلنا كل منظمات المجتمع المدني اللي بيتكلم عن حقوق الانسان في اوروبا وفي ايطاليا بيلعبوا بينا كوره، دول مستهدفين، مستهدفين مصر، دول ماجورين. هيقول لي هو ما فيش غير مصر؟ اقول له اه، لانه مصر الدوله الوحيده القادره على الحفاظ على امن المنطقه، مصر الدولة العربية الوحيدة القادرة على ضبط حدود المنطقة، مصر وجيش مصر هو الدولة الوحيدة والجيش الوحيد اللي قادر على انه هو يحافظ على الدولة الوطنية في سوريا والعراق، هو خايف من مصر، طب اعمل ايه؟ اشغل مصر. فكر اي فكرة، فكرة الذبابة الملعونة، فكرة حقوق الانسان. وعندي انا بقول عندي مقاولين انفار موجودين في مصر، معروفين بالاسم، معروفين. أنا مش هقول كلام لأن كل شوية حد يرفع قضية، ارفع، لكن بقول دكاكين حقوق الإنسان، الناس اللي بيمثلوا زيول لأجهزة الاستخبارات، الناس اللي بيمثلوا نهايات طرفية موجودة في مصر، بيعمل تقرير لجهة تدفع له فلوس يبيع التقرير، يقول له عايزك تعمل لي تقرير يقول إن حالة السجون زفت، يعمل له تقرير، عايزك تعمل لي تقرير إن حالة المستشفيات إبان، يعمل له تقرير يبيع، عايزك تعمل لي تقرير إن حالة المدارس طين، يعمل له تقرير، وإحنا بننقل وفي الإعلام، واحنا في الاعلام ننقل زي الدبه، ننقل نقعد نقول نتكلم، نقعد الحق نجيب الوزير نقعد نتخانق معاه. يا عم الموضوع مش كده، يا عم الموضوع انت مطلوب تشتيت ذهن الدوله المصريه، مطلوب تشتيت ذهن متخذ القرار المصري، يبدا مصر تتفرغ فقط للدفاع عن نفسها، ده المطلوب، مطلوب ان مصر ما تتناولش ملفات يمشي الرئيس وهو في الامم المتحده معاه
اجنده ومعاها ملفات، ملف السوري لا لتقسيم سوريا، لا لعزل الرئيس السوري بعيدا عن اراضي الشعب السوري، لا لتقسيم العراق في الملف العراقي، لا لتقسيم ليبيا في الملف الليبي، لا لتقسيم اليمن في الملف اليمني، لا للارهاب في كذا، ده ملفات ماسكها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الامم المتحده. هو مش عايزه يعمل كده، هو عايز يجيب ملف يقول والله انا ما عنديش مشاكل في حقوق الانسان، انا عندي السجون 10 على 10 وعندي الاقسام كذا وعندي 100 اكتر من 100 ضابط في السجن، عندي اكتر من 100 ضابط مصري في السجون المصريه، القضاء المصري هو اللي حكم عليهم وجهات التحقيق المصريه بمفاهيم الشرطه المصريه والنيابه المصريه هي اللي حكمت عليهم لتقديم لارتكابهم مخالفات في الاقسام وفي تعذيب الناس وخلافه. الدوله المصريه دوله مؤسسات، ابى من ابى ووافق من وافق، لكن بقول هو عايز يشغل متخذ القرار المصري يبدا يدافع عن نفسه، واحنا شغالين ندافع بس مش عارفين ندافع، لان كل الناس المفروض منوط بيهم الدفاع عن الدوله. انا بسال مجله نيويورك تايمز اللي انا بقرا فيها دلوقتي، ولا التايم ولا الجارديان ولا غيره ولا غيره، مين الهيئه العامه مثلا بدات تتحرك؟ لكن احنا عايزين كل يوم عنا على الكلام ده، مش بس اعرفه، مش بس انقله واقول شتمت واشادت، لا انا ابدا ابادر اشوف ازاي اوصل لهذه الصحف وهذه المقالات، وكل مره ببدا اقول كيف نتواصل مع الاخر، كيف نتواصل مع هؤلاء، كيف مش نتواصل فقط نؤثر على هؤلاء، مش ابعت واحد بس راح يتفسح، انا لازم ابعت ناس وعندي مؤسسات، عندي السفارات ووزاره الخارجيه وعندي الطيران وعندي الاهرام وعندي وعندي مؤسسات محترمه تقدر التعاون والتنسيق المواقف وطلع يبقى فيه رؤيه مصريه وموقف مصري واضح جدا لمبادرات وليس رد افعال. مش هقعد ادافع عن نفسي على طول. هم عايزين ادافع عن نفسي على طول. انا دور اسرائيل بقى في ما يجري ايه؟ النهارده العلم الاسرائيلي موجود خارج مراكز الاقتراع في اهو. ده ايه؟ ده علم اسرائيل فين؟ في كردستان العراق. خارج مراكز الاقتراع العلم الاسرائيلي بيرفرف جنبا الى جنب مع العلم الكردي. يبقى من الف ب سياسه. الف ب سياسه ايه؟ ده اسرائيل هي بتحرك الاحداث هناك. اسرائيل من مصلحتها ان تنقسم ظهر الدوله العراقيه. اسرائيل من مصلحتها ان اقليم كردستان يصبح دوله مستقله. بنيامين نتنياهو اعلن، المسؤول الوحيد في العالم اللي اعلن حق الاكراد في دوله مستقله، وقوف اسرائيل بجوار كردستان، والراجل مسعود البرزاني ومصطفى البرزاني في الكنيسه الاسرائيلي راحوا الكنيسه الاسرائيلي بيطلبوا دعم الدوله الاسرائيليه. ايه اللي بيحصل؟ البترول العراقي اللي امبارح حيدر عبادي قال له انت عندك 900 الف برميل يوميا، بتودي فلوسهم فين؟ طبعا فلوسهم فين دي معروف، بيطلع البترول الكردي اللي هو بيطلع بيتسرق من كركوك بالمناسبه، بيطلع على فين؟ بيطلع على اقليم على ميناء جيهان التركي، بياخدوا عموله وسمسره اردوغان، ابن اردوغان، ابن اردوغان هو مهندس عمليه نقل البترول الكردي الى اسرائيل. ابن اردوغان بلال هو مهندس عمليه نقل البترول في الاماكن التي تسيطر عليها داعش الى اسرائيل، بياخد على البرميل 10 دولار. بترول مسروق من ليبيا، بترول مسروق من العراق، بترول مسروق من سوريا، بترول مسروق من كردستان مع مسعود البرزاني الى ايه؟ الى اسرائيل. بتاخد اسرائيل باقل اسعار من السوق بما يصل الى 10 15 دولار. الملف مفتوح والملف مستمر. مصر تعلن بوضوح انها ضد تقسيم العراق. مصر تعلن بوضوح انها ضد الاستفتاء في اقليم كردستان. مصر تعلن بوضوح انها مع وحده الدول، وحده الجيوش. مصر مع الدوله الوطنيه، ونحن هنا نرفع شعار الحذر، نرفع وندق ناقوس الخطر. عندي كردستان، امير الجماعه الاسلاميه في كردستان مع الانفصال طبعا الاخوان الوطنيين طبعا هناك في كردستان. وزير الخارجيه البحريني بيقول انه اعددنا ملفا قانونيا لمحاسبه قطر. يعني ده كلام اتقال كتير بس هركز معاكم في نقطه واحده. قال ايه؟ قال الازمه الحاليه، ده كلام خطير جدا، الازمه الحاليه بين قطر والدول العربيه ليست سوى المرحله الاحدث من مشكله يعود عمرها الى عقدين على الاقل.
متابعا فعلى مدار 20 عاما كنا صبورين للغاية إزاء الكثير من الأمور التي كانت ولا تزال تحدث من القطريين، وحاولنا التوصل إلى اتفاقات معهم إلا أنهم لم يوفوا بوعودهم إزاء الكثير من الأمور. بقى لهم 20 سنة بيعيثوا في الأرض فساد، وطبعا فيه رشاوة من قطر لفرنسا حوالي 350 مليون دولار، 4 طيارات إيرباص بتشتريهم قطر زي ما قالت وكالة رويترز اللي أنا ما بحترمهاش أصلا ولا أثق في معلوماتها. عندي مؤسسة كير، دي فضيحة بقى، فضيحة سريعة يا رب الوقت يسعفني. مؤسسة كير دي مؤسسة بحثية خيرية تابعة لمين؟ تابعة للتنظيم الدولي لإخوان المسلمين في أمريكا. احفظوا المؤسسة ودوروا عليها، أنا ما بقلفش برضه. مؤسسة كير مؤسسة إخوانية الهوى والهوية. المؤسسة دي خشوا برضو على موقع اللجنة العليا للانتخابات في الكونجرس الأمريكي، هتشوفوا الفضايح اللي صهرت وصلتنا بشكل حصري. موقع لجنة الانتخابات، موقع لجنة الانتخابات بيظهر تبرع التنظيم الدولي عن طريق مؤسسة كير لمرشح الحزب الجمهوري، والجماعة اشترط صمت أعضاء البرلمان الأمريكي. 15 نائب في الكونجرس تلقوا تبرعات أثناء الحملات الانتخابية من مؤسسة كير التابعة للتنظيم الدولي لإخوان المسلمين. والمشكلة التي تفجرت وصداها ما زال حتى هذه اللحظة، كشفت المستندات المنشورة اللي قدامكم الخطيرة على موقع اللجنة الانتخابية، وروحوا شوفوها، في عام 2016 أن رئيس الغرفة الأولى في الكونجرس اللي هو رئيس مجلس النواب اللي هو وقف المعونات لمصر، والعضو الجمهوري البارز اللي انتم شايفينه بول ريان، تلقى تبرعات من حملة أطلقها الإسلاميون في منظمة كير اللي هي الذراع السياسي للإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مساندة مرشح الحزب الجمهوري في عدد من الولايات البارزة. المستندات أوضحت أن في الحملة الانتخابية البرلمانية والرئاسية في العام الماضي حصل ريان على تبرعات من أفراد تابعين للمنظمة، من بينهم أسد بن مالك أحد قيادات المنظمة اللي قدم تبرعات ل 15 شخصية في البرلمان الأمريكي. يظهر موقع اللجنة أن هذا القيادي أرسل شيكات لحملات المرشحين، وموجود هذا الكلام فين؟ في موقع اللجنة الانتخابية في الكونجرس الأمريكي. انتهى وقتي، لكن الملفات ما زالت مفتوحة. إن شاء الله بكرة نكمل ونشوف أصداء المحاولة الكردية للانفصال عن العراق، ونتابع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات. دمتم في أمان الله، نراكم بكرة على خير.